اليوم في المطبخ سوينا زعتر مناقيش جلوتين فري على دقيق الحمص، لذيذ لذيذ لذيذ. نقول لكم الطريقة. دقيق الحمص نصب فوقه شوية ماي، الماي بالتدريج عشان نخلط ونعرف ايش كثر يحتاج، لازم يكون شوي لين لما يمزج الدقيق الحمص مع الماي، فتشوفونه يصير سلس. عليهم شوية زيت زيتون، ما عندي انا مقادير ترى، بس يعني ملعقة او اقل من ملعقة، وملح الهملايا، طبعا الملح يعني رشة ملح، ملح الهملايا الوردي شوية بس إضافة، وبس نخلط الخليط كله مع بعض. أهما مقادير قليلة، دقيق الحمص مع ماء وشوية زيت زيتون وملح حسب الرغبة. بعد ما ينخلط تشوفون إنه صار كأنه يعني شوية في سمك بس ناعم أيضا، طبعا أنتم بعدين على كيفكم إيش كثر تبون تكون سماكته مع التجارب، بس أهم شيء إن تكون القطع اللي فيه كلها ذابت في الماء. بعض الأوقات دقيق الحمص يكون فيه كأنه كتل بس إحنا ذوبناها كلها بالخلط. فأخذ كمية تقريبا ملعقة شوربة وأحطها مباشرة على تاوة حارة، فتشوفون إن هي تبدأ، هذا الجهاز يكون أوردي حار، ممكن تاوة تشترونها من محلات أو هذه يسمونها بريد ميكر من محلات المطابخ سهل يتحصل. فتشوفون انه هو بدأ يطبخ، وهو بقى قاعد يطبخ مباشرة نحط عليه الزعتر عشان نسوي المنقوشي واملي زعتر. انا لان احبه يكون، طبعا انتو يعتمد تحبونه يكون فيه زعتر كمية كبيرة ولا كمية صغيرة كيفكم. والحين بعد ما امتلى الزعتر احط فوق رشه كم رشه زيت زيتون، يعني ما اغرقه بس هو حلو بالزيت الزيتون، يعتمد انتم شو تحبون، انا احبه يكون زيت زيتون راهي عليه يعني، وما ياخذ دقيقه اضافيه. يعني تشوفون انه هو بدا يصير من تحت، فتشوفون انه هو شويه احمر من تحت. كها طبعا نقدر نسويه حتى في الفرن العادي يعني، بس هاي الحلو فيه ان الجهاز حار من فوق بعد، واسكر عليه. الحين خليته دقيقتين تقريبا، تشوفون ان الزعتر الزيت الزيتون بدا يحر، بدا يبقبق شوي، وخلاص هو جاهز الحين. فيعتمد اذا تبونه يكون اكثر كرانشي، يحمر زياده، حابين انه يحمر اكثر من تحت. انا بالنسبه لي لحظه صوره قاعده اصور لكم، انا احس انه جهز. اذا خليته زياده خاصه اذا سكرت عليه بيصير احمر من الاطراف اكثر يعني، بس يعتمد كل واحد شنو يحب، ويكون جهز مناقيش جاهز. وبس بهالطريقه يكون جهز مناقيش جاهز جلوتين فري. ليش؟ لان هذه دقيق الحمص ما في خبز ما في جلوتين، يعني ريحة المطبخ ما أقدر أوصف لكم، ريحة الزعتر طالعة مع الزيت مع الكذا، ولما تاكلونه أنا بذوقه عشانكم يعني، عشان بس لا بس تسمعوا الكرنش. وايد لذيذ، ويصير تحطون عليه بعدين لبنة مثلا مصنوعة بالكازو، شنو بعد أحطنا حمص بعض الأحيان فيجن فتا تشيز مثلا، جبنة بيضة اللي فيجن نباتية. فقرة سين جيم، السؤال الأول يقول دقيق الحمص من وين أشتري؟ دقيق الحمص تشترينه بسهولة من الأماكن اللي تبيع أشياء هندية، الهنود يسمونه جرام فلاور، فهو دقيق حمص يصير تستعملينه في أي شيء الصراحة. إذا تبين تسوينا أسمك قللي الماي، تبين تسوينا أضعف زيدي الماي. الهنود يسمونه جرام فلاور، بالانجليزي يسمونه تشيك بي فلاور، وبالعربي طبعا دقيق الحمص. سؤال اخر يقول
أي نوع زعتر تستعملين؟ أنا الصراحة يعني جربت كذا نوع زعتر، كل ما كان الزعتر فريش أكثر، كل ما طبعا جودته تكون زينة، كل ما الطعم يصير خيالي. جربته مع الزعتر التجاري اللي تلقونه في البرادات العادية والمحلات العادية، يعني يطلع مأساة، كأنه حاطين في رمل. الحين شوفوا هذه النوعين، هذا لان الثنتين كل واحدة بزعتر نوع غير، هذا زعتر غير وهذا زعتر غير. وتعرفون المحلات تبيع يعني زعتر، واحد اسمه ملكي، واحد اسمه بلدي، واحد اسمه كذا، بس يعني زعترات الأردن، لبنان، هذه الأشياء اللذيذة، يعني هو بروحه بس عشان ريحة البيت، بس ريحة المطبخ والبيت كفاية أنه تسوينه. هذا الزعتر غير، فيصير حتى لونه غير، ريحته غير، طعمه غير. في ناس تحب الزعتر الحامض، في ناس تحب تحط صماع عليه، كل واحد. قاعدين ترسلون لي اقتراحاتكم، في ناس يقولون لي حطي طماطة، ناس تقول لي حطي زيتون، كله يصير لذيذ. أنا الحين بحط فيجن تشيز، هذه جبنة نباتية سلايس، عليه بعد ما حطيت زيت زيتون وكل شيء، أحط عليه الجبنة وأسكر عليه، هذا يصير لذيذ. يصير ثقيل طبعا أكثر، بس إذا حابين أو إذا حق العيال أو شيء بعد يصير لذيذ. طبعا هذه الجبنة نباتية، بعدين لما تبدأ الجبنة تذوب شوي بحاول أقلبها وأنا في يدي الكاميرا، بس يعني تصوير بيد والقلب بيد، بس بهالطريقة. وطبعا يكصير إحنا نكون حطينا داخلها طماطة ولا زيتون ولا أشياء خلطات حلوة يعني، وبس ما في داعي أقول لكم يعني عن الطعم والروائح. أكلت منه شوي وحرقني لأن استعجلت، وايد الذي طلع بالجبن اللي عينه فيه يقول ما شاء الله، لأن يعني من كثر ما حرقني ما قدرت أتحكى، بس لذيذ لأنه يطلع الجبن فيه ذايب، وأتخيل مع أي توبينج ولا شيء يطلع بعد ألذ. آخر شيء بقوله هو بس طريقة الحفظ، أنا لأن الكمية كلها اللي سويتها قدامكم طبختها، فمستحيل باكله كله في قاعدة واحدة، فأخذ لي وعاء زجاج أحط فيه ورق الشمع وأحطهم بهالطريقة. في ناس يحطونهم، تقدرين تحطينهم كاملين يعني مثل ما هي دائرة كاملة، أنا أحب أحطه بهالطريقة وبعدين أحطه في الفريزر فيتفرزن ويطلع مثل ما هو، فيطلع فروزن، بعدين تحطينه في التاوة دقيقتين يعني وتفتش عنه البرودة ويرجع فريش مرة ثانية. فبهالطريقة تقدرين تحفظين كميات كبيرة في الفريزر، ما قاعد أطبخ أنا كل يوم وقاعد أسويه مرة ثانية، ما في داعي يعني. فيكون وجبة جدا سريعة سهلة حق المكتب، إذا عندك عيال تبين يودونه معاهم المدرسة سهل جدا. نسيت أقول بس آخر شيء، إن أنا ما أحطه مباشرة في الفريزر، لازم بعد ما تطلعينه تنتظرين إنه يبرد شوي. للحين شوي حار، إذا توني مطلعته من الفرن يعني أخليه لما يبرد شوي، يصير بحرارة الغرفة، بعدين أحطه في الزجاج وأغطيه حق الفريزر وبس، بكل سهولة يعني. لا تقولون لي الأكل الصحي مو سهل، ولا الأكل الصحي غالي، ولا الأكل الصحي مو لذيذ، يعني أكثر من كذي لذاذة ما أقدر الصراحة، أصلا لازم أوقف عشان ما أكمل أكله كله.